السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو ميداني جديد، بينما أنا أتجول للبحث عن أي إشارة أو اشتباه لنستفيد منه، فإذا بي أمر على هذا البيت هنا، هذا الكوخ المهجور أو بيت المهجور. سأروي لكم قصة هذا البيت الذي كان يسكن فيه رجل صالح مع زوجته وولدين. كان ذلك الرجل دائما يذهب إلى المدينة، تبعد هذه المدينة في هذا الاتجاه حوالي 2 ميل أو 5 كيلومتر عن هذا البيت المهجور هنا لوحده، لا جيران ولا أي أحد يعيش من أقربائه هنا. قبل أن أروي لكم هذه القصة، أريد أن أريكم، للأسف أصبح هذا المكان، انظر، ها هي إشارة، سنعود إليها لاحقا، انظر، عينين، سنعود إليها لاحقا. قبل أصبح هذا المكان مكان للطقوس الشعوذة والسحر والعياذ بالله. انظروا، بعض الجهلاء بنوا هذا كأنه خربة قديمة يتعبدون فيها، أو لا أدري، انظروا ماذا يفعلون هنا، أماكن أصبحت مكان للسحر الشعوذة. انظر هذا لباس، انظر هذا سحر والعياذ بالله، انظر انظروا هذا سحر، انظر مكان، انظر هذا، أماكن كلها لدس السحر. انظر ما هذه، أعوذ بالله الشيطان الرجيم، انظر هي هذا أماكن لدس السحر والعياذ بالله. انظر ماذا يوجد هنا، عياذ بالله، أعوذ بالله الشيطان الرجيم. انظر هذه أماكن، هذا مكان ملاذا للسحر. انظر ما هذا، هذا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. انظروا هذا، انظر ماذا يفعل الجهل، يفعلون بأنفسهم أشياء تدخلهم إلى نار جهنم والعياذ بالله. انظر هذا كلها. المهم، سوف أروي لكم هذه القصة كيف بدأت، وأصبح الناس يأتون إلى هذه الأماكن للزيارة وذبح القرابين وطقوسهم. انظروا هذا الرجل، هذا للسحر أو لا أدري، هم يفهمون ذلك، أنا لا، ليس لي به أي علم. سوف نذهب إلى هذا الكوخ، ها هو، وسوف أريكم أشياء داخله تتعجبون منها حقا. كما أخبرتكم، كان هناك رجل صالح يعيش هنا، وهو وزوجته، فإذا بزوجته تموت وتترك له الولدين، فحار في أمره أن يذهب إلى عمله ويكسب قوته أو يبقى مع الولدين، فاتكل على الله وذهب وترك الأولاد وحدهم. فإذا به يأتي في المساء ويجد الأولاد غداؤهم مطهو ولباسهم مطوية والمنزل مرتب، فيخبرهم
من فعل هذا فيقولون إنها امرأة أتت وقامت بهذا الفعل، وهو يدرك بأنه لا يوجد لا جيران ولا أحد في هذه الصحراء هنا. أنا أروي لكم هذه القصة باختصار حتى تستفيدوا منها. فيوم الثاني أيضا يذهب إلى العمل، فيأتي ويجد أولاده بخير، آكلين طعامهم ولابسين ثيابهم والبيت مرتب. فقرر في اليوم الموالي أن ينتظر هذه المرأة المجهولة التي تأتي وتقوم بعياله ولا يعرف عنها شيئا. فابتعد في اليوم الموالي الصباح، ابتعد عن المنزل قليلا، فإذا بتلك المرأة تظهر من العدم وتدخل إلى البيت، ويأتي مسرعا إلى بيته خائفا. فإذا به يجد تلك المرأة تعتني بالأطفال، فأخبرته بأنه أن يطمئن، أن يذهب إلى عمله ولا يخاف على أولاده، فإنها تعمل لله في سبيل الله. فأخبرها من أنت؟ قالت له أنا لست من الإنس، أنا من الجن، وأنا رأيتك رجلا صالح فأردت أن أعينك على أولادك. فألفها مع مرور الأيام، ألف الأولاد. انظروا إلى هذا جب اللي كان للماء، تخزين الماء. فألفها الأولاد وألفها الرجل، فقرر أن يتزوجها، فأخبرها بأنه يريد الزواج منها. فهي قبلت وقالت له أنا قبلت، لكن أهلي يسكنون بعيدين من هنا، سأخبرهم وأقول لك. فذهبت إلى أهلها فأخبرتهم، فقالت له إنهم وافقوا، لكن يشترطون لك لكن بشرط أن سوف يأتون إليك هنا ويرونك، لكن بشرط أن تقتل كل الحيوانات التي لها أنياب ومخالب في هذه المنطقة هنا، لا تترك أي حيوان له مخالب أو أنياب هنا حتى يأتون إليك. فطرد كل الحيوانات التي رآها هنا. واليوم الموالي فأخبر أصدقائه بالقصة، فقال لهم يجب أن تأتوا إلي لتشهدوا معي القصة. فأخبر أصدقائه بالقصة فأتوا، فإذا بهم ينتظرون أهل تلك المرأة الجنية اسمها خيرة. هذا بيت خير المخفية، اسمه بيت خير المخفية، المرأة الجنية اسمها خيرة. فإذا بهم ينتظرون الأهل حتى يروا زوبعة رملية قادمة، فقالت له هذهم أهلي قادمون. عند وصولهم إلى البيت تماما فسقطت بقرة من تلك الزوبعة، ورأوا وشهدوا أصدقائه ذلك الرجل، شهدوا أصدقائه ذلك الحدث. فأخبرت الجنية ذلك الرجل بأن الهدية البقرة هي عبارة عن هدية من أهلي، لكن فزعوا من الجرو الذي موجود في ذلك الكوخ، سنذهب لذلك الكوخ وترونه كيف أصبح أسودا من القرابين التي يحضرونها الجهلاء أو المشركين بالله، فيتقربون إلى تلك الجنية حتى تقضي لهم حوائجهم في الدنيا فهم لا يفهمون القصة. المهم أين توقفنا؟ فسقطت البقرة، فشهدوا أصدقائه ذلك الحدث فلم يفهموا القصة، فأصبحوا يتعبدون ذلك المكان الذي سقطت فيه البقرة، وأصبح اليوم ملاذا إلى المشعوذين أو الجزانين أو ماذا تسمونهم، الدجالين.
فأتوا إلى هنا يذبحون القرابين ويتقربون إلى تلك الجنية اسمها خيرة حتى تقضي لهم حوائجهم. سوف ندخل إلى هذا المكان وترون، انظر ماذا بنوا لها، كان في الحقيقة كوخ صغير. سوف ندخل إلى هذا الكوخ وترون أشياء عجيبة ومخيفة أيضا. انظر، ها هو حقا وكأننا نتفرج في فيلم الرسالة. انظر إلى هذا، والله كأننا في فيلم الجاهلية، وقت الجاهلية هنا. انظر، ها هو الكوخ الذي أخبرتكم عنه. انظروا ماذا نجد داخله من قرابين. بسم الله بسم الله. انظروا هذا قارئة الفنجال، قارئة الفنجال هنا يأتون. انظر، هذا هو الكوخ الذي أخبرتكم عنه. سوف نذهب، انظر الطقوس، انظر إلى هذه الوسادة، الفراش. سنذهب إلى الغرفة الثانية. ها هي، انظروا، بسم الله. انظروا ماذا يوجدون. انظر إلى هذا الطقوس، انظر، هذا سحر. انظر ماذا كتب هنا، هذه كلها طقوس للسحر والعياذ بالله. الله ما كافينا شرهم. انظر انظر، حقا كأننا لسنا في بلد إسلامي أو، انظر، وقت جاهلية. انظر هكذا، انظر هذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا بيت ثاني، انظروا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. انظروا إلى هذا الكوخ الثاني، بسم الله. انظر انظر ماذا يكتبون هنا، طلاسم. ماذا كتب هنا؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. انظر، هذه كلها ذوي العقول الفارغة. انظر ماذا بنوا لها ووضعوا لها قيمة وهي لا تساوي شيء، وهم مدركون أن الله هو الرازق وهو المعطي وهو كل شيء، ويفعلون هذا لا أدري لماذا. هل يحبون هذه الأشياء أو حقا جهلاء؟ لا أدري، الله المستعان. دمتم في رعاية الله وحفظه، انتظروني إلى الفيديو القادم إن شاء الله.